بنو بيت واحده بنو. يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب. احمد بنو بيحرز هدف في شباك الكابتن كريم هتاوي. بنو بقى قبل الماتش كان جاي يعرض علينا كده في الكلام وبيقول ان عنده طبع. بنو تاني كوره سخن له كريم هتاوي. يا ابني بينامنا يا ابني. بقول لك ايه، انا عايزك بس تشوف التصويبه بقى من الكره. الكوب ده معطله من نقطه ضربه الجزاء. بيلو وكريم هنداوي، وبيلو بيحرز الهدف الثاني في شباك كريم هنداوي. انا هو انا هو كده 2 من 3 كابتن بيلو. كابتن كريم هنداوي النهارده بتقل. صباح الفل عليك يا كابتن كريم. ما نرجع تاني، ولكن طبعا الكابتن كريم هنداوي حارس كبير بقيمته وباسمه. كابتن مروان هشام يا ساتر. واحد مروان هشام يا ريس. اول كوره كده بيجربها بتيجي في شباك. لا الكابتن كريم هنداوي الحارس الكبير والعظيم. مروان زي التاني كوره. فقلوا بقى كابتن كريم هنداوي كده صدى 100% بتاعت حراس مرمى بتوع كرة اليد. راح بجسمه في زاوية وبالإيد التانية بيحط يعني إيده في الكورة عشان يعترض طريقها لشباكه. الشوطة الثالثة مروان زايد في العارضة بتخدم بقى العارضة الكابتن كريم كاتونجا. آخر كولر مروان زايد. في العرض برضه بداية مشرقة بالتفاؤل لمروان سالم. جماعة هنرجع بقى لأن الكابتن هيشوف بعيد شوية.